السلام عليكم، اهلا بكم في درس جديد من دروس كتاب Get Smart To للصف الثاني. النهارده ان شاء الله معنا درس Smart Kids Student Book كتاب الطالب page 64-65 صفحة 64-65. لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش لايك وسبسكرايب في القناة. Let's listen and repeat. Morning. 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 الصباح. Night. 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 وفي المقابل night الليل. Letters GH are silent letter. And we have three pictures of 4 o'clock. معنا ثلاث صور لساعة حائط. To learn how to tell the time. عشان نتعلم ازاي نحكي عن الوقت او ازاي نتكلم عن الوقت. It's 12 o'clock. It's 12 o'clock. It's 12 o'clock. It's 12 o'clock. يعني الساعة 12 بالتمام بالضبط. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. الساعة واحدة. It's 3 o'clock. It's 3 o'clock. It's 3 o'clock. It's 3 o'clock. الساعة تلاتة. ازاي نحكي عن الوقت او ازاي نعرف الوقت؟ انا عندي في الساعة الانالوج اللي زي اللي موجودة معانا هنا بيكون عندي two pointers مؤشرين او سهمين short hand and long hand، مؤشر طويل ومؤشر قصير. لما يكون المؤشر الطويل بيشير الى رقم 12 معناها ان الساعة بالضبط او بالتمام، ودي اللي معانا في درس النهاردة. again مرة تانية، لما يكون المؤشر الطويل عندي بيشير لرقم 12 معناها ان الساعة بالضبط او بالتمام. اشوف المؤشر القصير وفين مكانه اعرف الساعة. بيشير للرقم 1 معناها الساعة 1 o'clock. بيشير للرقم 3 اللي هو المؤشر الصغير معناها ان الساعة 3 o'clock، ساعة 3. بيشير لل 12 معناها ان الساعة 12، 12 o'clock. again morning night. It's 12 o'clock. It's 1 o'clock. It's 3 o'clock. Activity 1. Look and listen. It's a dialogue. محادثة. Let's listen then read. Activity 1. Look and listen. Thursday. I like this computer game. It's my favorite too. Later. Good night, Hassan. I'm very tired, Mum. Friday morning. Oh no, it's 8 o'clock. On Thursday, الأحداث دي كانت يوم الخميس. I like this computer game. حسن بتكلم مع صديقه جون بيقول له I like، أحب. This computer game، بحب هذه اللعبة. Go. It's my favorite too. فرد عليه قال له وهي أيضا بالنسبة لي المفضلة. It's my favorite. Later. ممكن في المساء. At night. Good night حسان. مامته بتنيمه خلاص. Good night، يعني تصبح على خير. I'm very tired mom. يعني مرهق. تعب. لعب كتير يعني. كان الله فعل. In the morning. Friday morning. يوم الجمعة تاني يوم في الصباح. Oh no. It's 8 o'clock. صح من النوم منزعج. Oh no, it's 8 o'clock. الساعة 8. Maybe he's late. ربما تأخر على شيء. Good morning, John. What's the time? It's 9 o'clock. We're late for school. Hassan. We don't have school today. It's Friday. Good morning, John. He's running, بيركض. What is the time? الساعة كم? John said, it's 9 o'clock. الساعة 9. We're late for school. تأخرنا على المدرسة. We're late for school. حسن, اصحى من النوم. We don't have school today. فيش عندنا مدرسة النهاردة. It's a Friday. النهاردة الجمعة. حصل عنده error. في درس النهاردة بنتعلم how to ask about the time and how to tell the time. كيف نسأل عن الوقت وكيف نخبر الوقت. السؤال عن الوقت what's the time، زي ما شفناها في المحادثة. What's the time؟ What's the time؟ كم الساعة؟ والإجابة it's، وبعدها الساعة 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12، ومعها كلمة o'clock. It's 9 o'clock. It's 8 o'clock. It's 11 o'clock. It's 10 o'clock.
It's 5 o'clock. Activity 2. Look at activity 1 and circle yes or no. هتقرأ المحادثة مرة تانية and circle yes or no. 1. John and Hassan like the computer game. هما الاثنين كانوا بيحبوا اللعبة. Yes. 2. In picture 1, it's a Friday. Yes or no. No. It's a Thursday. الصورة الأولى كان يوم الخميس. ما زال يوم الخميس. In picture 3, it's 10 o'clock. In picture 3. في الصورة الثالثة. It's 10 o'clock. No, it's 8 o'clock. 4. In picture 4, it's 9 o'clock. في الصورة الرابعة, it's 9 o'clock. الساعة 9. Yes. 5. Hassan and John have school on Friday. عندهم مدرسة on Friday. No. Activity 2. Listen and draw. زي ما شرحت في الدرس وقلت ان ساعات الانالوج بيكون فيها 2 pointers مؤشرين او ساهمين. لما تكون الساعة بالضبط او بالتمام, الطويل فيهم بيكون بيشير الى رقم 12 والقصير بيشير للساعة. الطويل هذا خاص بالدقائق, لما يشير ل 12 معناه ان الساعة بالتمام او بالضبط, يعني وصلت 60 دقيقة بالضبط, والقصير يشير للساعة. فاحنا هنسمع ونرسم مكان الشورت هاند المؤشر الصغير. نشوف الساعة كم في كل صورة. Number 1 is answered. Let's listen. Activity 3. Listen and draw. 1. What's the time? It's 4 o'clock. 2. What's the time? It's 11 o'clock. 1. What's the time? It's 4 o'clock. Next. 2. What's the time? He says it's 11 o'clock. طبعا عندنا اللي هو الطويل اللي بيشير ل 12 موجود. هنرسم الشورت هاند فين؟ بيشير لإيه؟ It's 11 o'clock. هنرسم الشورت يشير لرقم 11 بس يكون أقصر من المؤشر الآخر شوي. It's 11 o'clock. 3. What's the time? It's 2 o'clock. 3. What's the time? It's 2 o'clock. هنرسم فين المؤشر الصغير يشير إلى 2. هنرسمه هنا 2 o'clock. It's 2 o'clock. 4. What's the time? It's 6 o'clock. What's the time? It's 6 o'clock. It's 6 o'clock. هنرسم فين المؤشر القصير بيشير إلى رقم 6. It's 6 o'clock. Activity 4. Make a clock then play. حاول ممكن تصمم ساعة نفس هذه كده في طبق من الورق بأشياء بسيطة بخامات بسيطة, ترسمها على ورقة وتسأل زميلك ويسألك What's the time? هو هنا سوى الساعة 11. It's 11 o'clock. What's the time? It's 11 o'clock. You can do the same. ممكن تسوي نفس الشيء. Ask and answer your classmate, friend, brother. Workbook كتاب النشاط page 55 صفحة 55. Activity 1. Read and draw. Again, we'll read and draw. 1. It's 8 o'clock. 8. هنرسم الشورت هاند المؤشر الصغير أو السهم الصغير بيشير لثمانية, رقم ثمانية. 8 o'clock دي ثابتة معانا في كل الصور. هيكون اللونج هاند بيشير إلى 12. يبقى أنا هرسم اللونج هاند بيشير لل 12 رقم 12 في كل الصور. أما الشورت هاند القصير هيختلف حسب الساعة. 2. It's 11 o'clock. 11. يبقى هرسم الشورت هاند بيشير إلى 11. Try to answer by yourself. حاول تحل بنفسك في البداية. 3. It's 5 o'clock. الساعة 5. Short hand هنا to 5, long hand to 12. 4. It's 12 o'clock. 12 o'clock. طيب الساعة 12 12 o'clock, هذه يعني المؤشر الطويل بيشير ل 12. Okay, no problem. الاثنين بيشيروا ل 12. الشورت القصير والطويل. 5. It's 7 o'clock. It's 7 o'clock. هرسم الشورت القصير بيشير إلى 7 واللونج عندي زي ما احنا عارفين يشير إلى 12. It's 3 o'clock. 3. الساعة 3. هرسم الشورت القصير بيشير للثلاثة, long hand points to 12 والطويل يشير إلى 12. Activity 2. Look and write. Look and tell the time. What is the time? الساعة كم هنا؟ It's 6. بقرأ الساعة الأول وبعدين كلمة o'clock. It's 6 o'clock. 2. What is the time? It's 4 o'clock. 3. What is the time? It's 9 o'clock. ده كان درس النهاردة. Thank you so much. نشوفكم إن شاء الله في درس جديد. Goodbye.